من موسكو هذه المرة سيكون معنا حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة الروسية. حسين، هل كان هناك أي رد فعل من الجانب الروسي رسمي بالطبع من وزارة الدفاع حول الإشهار الإيراني الأول بأنها بالفعل أمدت روسيا بمسيرات ولكن قبل اندلاع هذه الأزمة؟ بعد التحية أحمد، حتى هذه الساعة لم تؤكد الدفاع الروسية أو أي جهة رسمية روسية أخرى عن استلام موسكو طائرات مسيرة من الدولة الإيرانية. لغاية الآن لا يوجد أي معلومات من قبل الجهات الرسمية الروسية، لكن بعض الخبراء والمراقبين أحمد تحدثوا عن أنه لماذا يحق لكييف ما لا يحق لموسكو، وهنا الخبراء ربطوا استلام كييف طائرات مسيرة من تركيا، فهم يسألون لماذا لا يحق لموسكو استلام طائرات مسيرة من إيران، وخصوصا أن موسكو وطهران تجمعهم علاقات في عدد كبير من المجالات، من أهمها المجال الاقتصادي والمجال العسكري، والتعاون العسكري بين روسيا وبين إيران هو منذ سنوات وليس الآن، وأيضا هناك تدريبات عسكرية مشتركة، إضافة إلى أن عدة مؤتمرات ومنظمات دولية تجمع طهران وموسكو. فالخبراء هنا والمراقبين تفاجؤوا ويتحدثوا عن أن الجانب الغربي يريد فقط أن يقدم المساعدات. لكن حسين، هم يعني السائلون في هذا الإطار يقولون هو الأمر قد ينطوي على خدش للكبرياء العسكري الروسي، يعني روسيا تعتاش أصلا على عائدات بيع المعدات العسكرية والأسلحة ومصادر الطاقة، فإذا كانت روسيا التي تقدم هذه المنظومات العسكرية المختلفة بحاجة فقط إلى مسيرات تستقطبها من إيران، هنا قد يبرز السؤال. يعني بكل تأكيد أحمد، هذا هو السؤال الذي يسأله جميع هنا الخبراء والمراقبين، الجميع أيضا يتحدث عن لماذا روسيا استلمت طائرات مسيرة في حال هذا الأمر كان صحيح، فلماذا روسيا استلمت طائرات مسيرة من إيران وروسيا تعرف في العالم على أنها الدولة الأولى في تصنيع الأسلحة. بعض الخبراء تحدثوا عن الأسعار الرخيصة للطائرات المسيرة مقارنة مع أسعار الصواريخ الروسية، وأيضا البعض تحدث عن أن الولايات المتحدة جرت روسيا أو تهدف إلى جر روسيا إلى حرب استنزاف وإطالة في أمد العملية العسكرية، هذه الأسباب التي دفعت روسيا إلى استخدام طائرات مسيرة نظرا إلى أسعار هذه الطائرات الرخيصة مقارنة أيضا بأسعار الصواريخ المنظومة الدفاعية الأمريكية الموجودة في أوكرانيا. فأي صاروخ من المنظومة الدفاعية الأمريكية في أوكرانيا لصد الطائرة المسيرة يكلف $50,000 مقابل أن سعر الطائرة المسيرة الإيرانية $20,000، وهي تحقق الأهداف إما كالأهداف التي يحققها أي صاروخ روسي وإما أهداف مماثلة للأهداف التي يحققها الصاروخ الروسي. حتى هذه الساعة يمكننا التأكيد أن الجهات الرسمية الروسية لم تؤكد خبر استلامها إلى طائرات مسيرة من طهران، لكن فقط الخبراء والمراقبين يؤكدون على أنه في حال استلمت موسكو بالفعل هذه الطائرات فهذا أمر عادي نظرا إلى العلاقات والتعاون العسكري والاقتصادي التي يجمع موسكو بطهران. حسين، سياسيا هذه المرة جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي يقول أيا تكن نتيجة انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس فإن الدعم المقدم لأوكرانيا في هذا المضمار سيبقى ثابتا. هل يعول الكريملين أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تغير الخارطة السياسية التي قد يكون بادئتها في انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس؟ بطبيعة الحال أحمد، من بين العوامل التي تعول عليها روسيا في كسب العملية العسكرية وفي كسب الفوز على الجانب الأوكراني هي الانتخابات النصفية الأمريكية وإمكانية وصول الحزب الجمهوري إلى الحكم، نظرا إلى أن الحزب الجمهوري حسب التصريحات السابقة وحسب ما يقرأ الخبراء هنا والمراقبين فأن الحزب الجمهوري لن يوافق على مواصلة تقديم الإمدادات العسكرية إلى الجانب الأوكراني، وهذه الإمدادات الجميع يعلم جيدا على أنها ساعدت القوات الأوكرانية على الصمود أكثر وأيضا ساعدت على إطالة العملية العسكرية والأزمة الروسية الأوكرانية. بطبيعة الحال في حال وصلت الولايات المتحدة تقديم الأسلحة إلى القوات الأوكرانية فهذا الأمر لن يغير من الواقع،
القوات الروسية حسب التأكيدات هنا من قبل الدفاع وحسب التقارير الإعلامية ستواصل العملية العسكرية لتحقيق جميع الأهداف. فقط السلاح الأمريكي سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب وأيضا سيؤدي إلى إطالة سيساعد القوات الأوكرانية على الصمود أكثر أمام التقدم الروسي نحو المناطق التي لا زالت تحت السيطرة الأوكرانية. حسين مشيك مراسلنا على الهواء مباشرة من العاصمة الروسية موسكو، أشكرك شكرا جزيلا.